المواد الغذائية والسيارات والطاقة والتمويل والمواد الكيميائية هي بعض من القطاعات المتضررة من مفاوضات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، شراكة وضعت على جدول أعمال لجنة الأقاليم في الاتحاد الأوروبي لمناقشتها. الاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه بين بروكسل وواشنطن يهدف إلى إلغاء التعريفات الجمركية وتنسيق لوائح الاستيراد. المؤيدون له يقولون إن مكاسب الاقتصاد الأوروبي قد تصل إلى 120 مليار يورو سنوياً بفضل تكامل سوق من 800 مليون مستهلك، والمعارضون له يقولون إن هذا قد يؤدي إلى خفض معايير الجودة والسلامة الغذائية ويهدد الحقوق الاجتماعية وحقوق العمال. الحقيقة هي أن الرسوم الجمركية منخفضة بالفعل وبمعدل 3% تقريباً، أي أن 80% من المكاسب المحتملة ستأتي من خفض تكاليف اللوائح المعنية. المواد الكيميائية قطاع تجاري كبير بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أكثر من 20%، الأدوية تمثل النصف. اليوم المعايير هي أساساً نفسها، الأمر يتعلق بإزالة الإزدواجية. أكبر فائدة هي إمكانية جلب الأدوية الجديدة للمرضى بشكل أسرع من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية من دون خفض المعايير. ثانياً، الفائدة ستكون لصالح الشركة الصغيرة، فالشركة الكبيرة تستطيع إدارة هذه البيروقراطية التنظيمية، بيد أن الشركة الصغيرة في أوروبا أو الولايات المتحدة فإنها ستحصل على الأموال على مستثمرين بسهولة أكبر إذا كان هناك مسار واضح للوصول إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية. جودة وسلامة الأغذية هي قضية أكثر إثارة للجدل بالنسبة للرأي العام، على الرغم من أن القطاع يمثل حوالي 5% من التجارة الثنائية، فإن الجماعات البيئية في أوروبا تحذر من أن المعايير الأمريكية أقل صرامة. الاتحاد الأوروبي قام بحظر حوالي 82 من المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية السامة التي لا تزال قيد الاستخدام في الولايات المتحدة. أما بالنسبة لكمية المتبقية من المبيدات التي يمكن العثور عليها في المواد الغذائية التي تباع للمستهلكين، في بعض الحالات الاتحاد الأوروبي أكثر صرامة من الولايات المتحدة. شركات المواد الكيميائية تتعامل باستمرار مع الاتحاد الأوروبي والسلطات الأمريكية للتأكد من أن الاتحاد سيخفف من حدود هذه المتبقيات. مستويات المبيدات والمضافات ليست المشكلة الوحيدة. نافذة جديدة قد تفتح للمنتجات الغذائية الممنوعة الآن في الاتحاد الأوروبي، كلحوم البقر المعالجة بالهرمونات أو الحبوب المعدلة وراثياً. بغض النظر عن المنتجات المعدلة وراثياً والهرمونات التي ذكرت والمحظورة في أوروبا، سيتم الحفاظ على هذا الحظر. هناك قطاعات أخرى قد توصلوا فيها إلى حل وسط. أخيراً، هناك فائدة للمستهلكين لحصولهم على المزيد من الخيارات وبتكلفة أقل. أكثر من 99% من الشركات الأوروبية هي شركات صغيرة ومتوسطة. ما الذي ستقوم به لمواجهة استراتيجيات الشركات متعددة الجنسيات؟ لجنة الأقاليم في الاتحاد الأوروبي قلقة بالنسبة لآلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة. أعتقد أن على اللجنة التخلي عن مثل هذه الآليات في الوساطة في التجارة الحرة، خاصة في حالة كيانين كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث توجد فيهما محاكم جيدة ونظام قضائي جيد. لا نحتاج إلى مثل هذه الآليات. إنها واحدة من القضايا التي لاقت معارضة شديدة من قبل البرلمانات في ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في منطقة اليورو. مفوضة الاتحاد الأوروبي للتجارة تقول إن توقيع الصفقة لن يتم بحلول نهاية هذا العام. نسعى للتوصل إلى صيغة نهائية لهذا الاتفاق خلال فترة حكم أوباما إن كان هذا ممكناً. أعرف أن هناك الكثير من الشكوك. مؤخراً استطلاع للرأي في أوروبا أوضح أن مواطني الاتحاد الأوروبي يؤيدون هذا الاتفاق، لأنهم أدركوا أن التجارة ساهمت في ازدهار الاتحاد وأن هذا الاتفاق ضروري للنمو ولفرص العمل أيضاً. على المفوضية الأوروبية أن تجيب أمام المحاكم حول رفضها الالتماس المتعلق بمبادرة المواطنين المعارضين لاتفاق التجارة الحرة، حيث تم جمع حوالي 1 مليون توقيع ونصف المليون في 21 بلداً.